Introduction to Math. أول حاجة Arithmetic Progression، تاني حاجة Geometric Progression، تالت حاجة Harmonic Sum، رابع حاجة Power واللوغاريزم، خامس حاجة Cumulative Sum، آخر حاجة خالص Ranged Sum. البلايليست دي هتبقى 5 أجزاء. أول جزء هيبقى Topic Intuition، انيميتد فيديو بيخليك تفهم التوبيك كويس جدا 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 من بره. تاني حاجة بعد التوبيك انتويشن هتبقى الكودينج فيديوز، فيديو على التوبيك ده تكود اللي انت فهمته ده ازاي عشان تبقى مرتاح بعد كده في البروبلمز. طيب تالت حاجة البروبلمز اللي انت المفروض هتحلها حاول اخليها تفاري في الصعوبة شوية. اخر حاجة خالص فيديوهات فيها مش بس الحل، فيها كمان انا ازاي وصلت للحل، فكرت ازاي، وقعت في ايه. جيت هاب هيبقى عليه الماتيريالز بتاعتك من كودز وبي دي افس. بس كده انجوي. الارثمتيك بروجريشن، الديفينيشن، التعريف بتاع الارثمتيك بروجريشن. ايه هو الارثمتيك بروجريشن او الارثمتيك سيكونس؟ سيكونس يعني شوية أرقام مرصوصة جنب بعض. عشان نقول إن هما أرثمتيك، الفرق ما بين كل رقمين ورا بعض هيبقى كونستانت، رقم ثابت. نشوف مثل على الكلام ده. أول مثل 1 و2 3 4، الفرق ما بين الاتنين والواحد هو هو الفرق ما بين التلاتة والاتنين، هو هو الفرق ما بين الأربعة والتلاتة، ألا وهو بواحد. شوية أرقام مرصوصة جنب بعض الفرق ما بينهم ثابت. مثل تاني 2 و5 و8، الفرق ما بين 5 و2 ب3، الفرق ما بين 8 و5 برضو ب3، الديفرنس ب3. ألاحظ حاجة، أن عدد الأرقام ممكن يبقى زوجي أو فردي، وأن أنا ممكن أبدأ بأي رقم طالما هزود على أول رقم رقم كونستانت. طيب مثل كمان 1 2 3 و4، مجموع الأرقام دي ب10. مثل تاني، أنا عايزك بس تلقط المجموعة 2 و5 و8، مجموع الأرقام دي ب15. طيب هل في فورمولا، معادلة أقدر استنتجها تجيب لي المجموع؟ وقف وحاول تستنتجها لوحدك، لو عرفت تمام، لو معرفتش مفيش مشكلة. أول هنت هنا 1 و2 و3 و4. الواحد والأربعة المجموع بتاعهم ب5، الاتنين والتلاتة المجموع بتاعهم برضو ب5، المجموع ب52 لما كان عدد الأرقام even ب4. طيب تاني هنت، من 1 ل6، الواحد والستة ب7، الاتنين والخمسة برضو ب7، التلاتة والأربعة ب7، عدد الأرقام ب6 والصم 3 سبعات. ده في حالة الإيفن. احنا دلوقتي في حالة الإيفن. أتمنى ان انت تكون قدرت يعني تجيب الفورمولا. في هنت تاني وهو الأخير، يعني 1 و3 و5 و7، الواحد والسبعة ب8، التلاتة والخمسة برضو ب8، المجموع ب8 لما كان عدد الأرقام ب4. طيب هتلاقي ان المجموعة هو دايما عبارة عن اول رقم زائد اخر رقم في عدد الارقام على الاتنين. A1 اول رقم، An اخر رقم، N اللي هو عدد الارقام. طيب هنت تاني، لو ال N قد، وقف الفيديو وحاول تجيبها لوحدك الاول. 1 و5 ب6، 2 و4 برضو ب6، هتقابلني مشكلة الا وهي التلاتة. عايزك تعمل ايه بقى؟ تكتب الاول الصم 6 6 3، ابدأ قسم كل 6 تلاتات. اول 6 قسمناها 3، تاني 6 هقسمها 3 برضو. هلاحظ ان المجموع هو عبارة عن 3 في 5، وهلاحظ ان 3 ايه علاقتها بالستة؟ هي نص الستة، فهي 3 في 5 عدد الارقام ب5، 3 نص الستة. اتمنى ان انت تكون لقطتها. الانصر هي عبارة عن، في حالة من 1 ل5، هي عبارة عن الميد نمبر في N. ايه هو بقى الميد نمبر؟
الميد نمبر ده هو نص الست اللي هو اول رقم زائد اخر رقم على الاتنين. عوض في المعادلة الحمراء يديني الصم على طول، عوض بالميد نمبر في المعادلة الحمراء اللي فوق. طيب اول كيس على الشمال دي كيس الايفن، او الكيس اللي على اليمين دي كيس الاود. الاتنين دول اقدر اكتبهم بطريقة جنرال في المعادلة اللي موجودة دي، ده جنرال رول او جنرال كيس بتاعتنا. انا مديك كيس ايفن، بتمنى ان انت تعوض فيها، هتلاقي الناتج طلع مظبوط. ومديك كيس تانية اود، عوض فيها هتلاقي برضو الناتج طلع مظبوط، مفهوش اي مشكلة، المعادلة شغالة. يعني المثل ده انا عايزك تلقط فيه برضو حاجة معينة. الاول خلي بالك ده اول سهم ظهر، تاني سهم ظهر، تالت سهم ظهر، ظهر تلت سهمة بتلت تلتات لما كان عدد الأرقام بأربعة. ماشي، أول رقم باتنين، تاني رقم هو عبارة عن أول رقم زائد تلاتة واحدة، تالت رقم عبارة عن أول رقم زائد تلاتين، رابع رقم عبارة عن أول رقم زائد تلت تلتات. لاحظت حاجة؟ آخر رقم هو دايما عبارة عن أول رقم زائد N-1 differences زي الحداشر، الحداشر هي عبارة عن اتنين زائد تسعة، تلاتة في تلاتة، الديفرنس بتلاتة وعدد الأرقام ماينس وان بتلاتة. حاول تجيب A5 لوحدك وتطبق عليها المعادلة، هتلاقيها وضحت معاك قوي. المعادلة الجنرال بتاعتنا اللي هي الصم دي المعادلة رقم واحد، المعادلة اللي احنا استنتجناها بتاعت آخر رقم. عايزك تعوض، بس عايزك تعوض من اتنين في واحد. تعوض يعني انت هتشيل الـ A of N وتحط قيمتها. عوض، التعويض ده هيديك المعادلة الأخيرة بتاعتنا وهي المعادلة رقم 3. انت ما عملتش اي حاجة غير ان انت عوض. واضحة. ده PDF، البي دي اف ده فيه مختصر كل اللي احنا قلناه، هيبقى موجود على الجيت هاب لينك في الديسكريبشن. بس كده، انجوي. طيب الارثمتيك بروجريشن، انت شفت المره اللي فاتت جزء الانتويشن، وانا سبت لك في الاخر بي دي اف تحت في اللينك في الديسكريبشن. فتحت اللينك ده، هنفتح البي دي اف اللي انا سبته لك المره اللي فاتت ده، وهو ده اللي هنستعمله واحنا بنكود. يعني هو ده هيبقى الريفرنس لينا. هنشوف بقى الابلكيشنز بتاعته. في ثلاث معادلات، الاولى الثانيه الثالثه، هنشوف الابلكيشنز بتاعتهم دلوقتي. اول حاجه بس عايز اقول لك شويه حاجات بسرعه جدا. الستارت اب تمبلت، اول حاجه الهاش انكلود دي لايبراري فيها كل اللايبراريز، بدل ما تعمل هاش انكلود فيكتور هاش انكلود اي او ستريم، بتعمل هاش انكلود للبيتس دي بس كده. ايه الاي او اس دي بقى؟ دي حاجه اسمها فاست انبوت اوت بوت. هسيب لك لينك في الديسكربشن تقرا عنها اكتر، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انت لازم تحطها قبل ما تبدا اي كود. حلو، عشان الاي او ستريم، والمفروض ما احطش سيمي كولوم لان انا حاطط سيمي كولوم فوق، لان الاي او ستريم ديا بتعمل ايه ببساطه؟ بتسرع الانبوت والاوتبوت، فتخليك ما تجيبش تايم ليميت، وبتبقى مطلوبه في بعض المسائل، فانت مجرد بتحطها قبل اي مساله. الديفاين دي بتعمل ايه ببساطه؟ دي اختصارات، يعني بدل ما انا اكتب لونج لونج لا انا هكتب ال ال، بدل ما انا اكتب السطر ده انا هكتب اي او اس بس، بدل ما اكتب اون ساين لونج لونج هكتب يو ال ال، بدل ما اكتب دبل دي وهكذا. ده مجرد اختصار. طب نيجي بقى للابلكيشنز. انا هخليك تعرف الابلكيشن عن طريق بروبلم بسيطه جدا. انت given n عايزك تجيب مجموعة الارقام from 1 to n. طيب حلو، مجموعة الارقام from 1 to n، نرجع للبي دي اف، استعمل انهي معادلة لو عايز اجيب الصم؟ عندي المعادلة دي وعندي المعادلة دي، بس اكيد دي اسهل يعني، واضحة. طيب عايز اجيب مجموعة الارقام from 1 to n، انا محتاج اعرف ثلاث حاجات: عدد الارقام والاول والاخير. هل انا عارف الثلاث حاجات دول؟ الاول بكام؟ الاول بواحد، الاخير بn، عدد الارقام برضو بn، كل ده على الاثنين. يبقى المعادلة بتاعتي هتبقى 1 أول رقم زائد آخر رقم في عدد الأرقام على الاثنين، وحطهم في قوسين زي ما أنا عاملهم كده عشان ترتيب العمليات الحسابية يطلع مظبوط. نجرب، نرن ونجرب مثلا في كيس الخمسة، مجموع الأرقام الواحد لخمسة بخمستاشر، واحد لستة بواحد وعشرين، وهكذا. يعني انت جرب عشان نشوف بس ان المعادلة شغالة تمام. الخمسة بخمستاشر، مجموع الأرقام from 1 to 10 بـ55، مظبوط. ماشي،
ده احد الطرق، وانت هتشوف المعادله دي كتير، بس انت هتشوفها مكتوبه ان في ان بلس 1 على 2. لو شفتها في كود حد اعرف ان ده الارثمتيك بروجريشن، ممكن اكتبها فانكشن، وهو الشكل يعني اللي انا شايف ان هو جنرال جدا. لونج لونج ان دي الفانكشن بتاعتنا، الفانكشن دي هترجع المعادله اللي احنا كاتبينها بالظبط، a1 بلس an في n على الاثنين. وممكن تيجي هنا تقول سي اوت كالك اوف 1 وان وان، هتشوف الكلام ده كله، هتلاقيه برضو لو احنا دخلنا الان بخمسة هتطلع بنفس الكلام، والدنيا مظبوطة معاك. خمسة تطلع بخمستاشر، عشرة بخمسة وخمسين، وهكذا. طيب ده الاستعمال بتاع المعادلة دي. طيب هل المعادلة دي ليها استعمال؟ اه ليها استعمال لو انا عارف ثلاثة variables اجيب الرابع، يعني لو انا عارف ثلاثة variables سهل اوي اعوض واجيب الرابع. المعادلة التالتة هي بالظبط شكل من اشكال المعادلة الاولى، لو عايز تستعملها استعملها، لكن يعني مش مستخدمة اوي قد المعادلة الاولى. المعادلة التانية لو انا عندي ثلاثة variables بجيب الرابع، بعوض بالثلاثة واجيب الرابع، تبقى سهلة. يعني لو عندي مثلا من خمسة لمية والديفرنس بخمسة وانا مش عارف عدد الارقام، هعوض اخر رقم بمية واول رقم بخمسة والديفرنس بخمسة واجيب عدد الارقام. ده كل اللي انت محتاج تعرفه. في الاخر خالص انا سيب لك بروبلم اسمها تريكي سام، حاول تحلها. لو معرفش تحلها مفيش مشكلة، لان هي كده كده فيها حتة يعني ممكن تكون جديدة يعني، وممكن تجيبها لوحدك برضو على حسب. فبس انا عايزك تحلها وتحاول فيها، اديها وقت مثلا. يعني لو انت شايف ان انت ماشي في المسألة تمام، شايف ان انت مش يعني مش قادر تمشي في المسألة، اديها مثلا وقت ساعتين 45 دقيقة، في ناس بتفضل رقم 45 دقيقة اللي يريحك. وفي الاخر خالص انا هنزل فيديو للحل، بس كده انجوي. المفروض اعمل ايه قبل ما احل اي مسألة؟ لازم اقرأ وافهم البروبلم كويس جدا جدا. تاني حاجة لازم افكر بورا وقلم. تالت حاجة لازم اختار فكرة بتفيت الكونسترينز. الكونسترينز دي بتبقى جيفن في المسألة من تايم ليميت وميموري ليميت ورينج الارقام اللي داخل لك. تالت حاجة او رابع حاجة بعملها هي البرين ستورم. بعمل برين ستورم ان انا اتأكد ان فكرتي دي بتهندل كل كورنر كيسز. اكتر اتنين كيسز اقدر اتشيك عليهم بسهولة، اصغر كيس واكبر كيس، لان هما بيبقوا جيفن في الكونسترينز. بعد كده بكود وديبج. ارجوك 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 ما تنساش ان انت تعمل الخطوات دي قبل اي بروبلم. انا في الاخر خالص بكود، مش بكود في الاول. كل الخطوات اللي بعملها في الاول بتاكد ان فكرتي صح، لان لو عندي مشكله في الفكره اكبر بكتير من لو عندي مشكله في الكود. طيب نطبق بقى الخطوات اللي احنا قلناها واتكلمنا عنها. اول حاجه نبدا نقرا البروبلم ونفهمها كويس. يقول لك دلوقتي انت عندك الارقام من واحد لان، انت عايز تاخد كل الباورز اوف 2 بس بالماينس وتطرحهم من الصم. فانت مثلا لو عندك الان دي باربعه، انت هتاخد كل الارقام من واحد لاربعة بالموجب عادي جدا، بس الارقام اللي هي باورز اوف 2 زي سالب واحد اللي هي 2 اس 0، سالب 2 اللي هي 2 اس 1، سالب 4 اللي هي 2 اس 2، هتحطهم بالماينس. وانت المفروض في الاخر تطبع الفاليو دي. في الكيس دي الفاليو بتاعتنا بسالب 4، فلو هو دخل لك 4 انت المفروض تطلع له سالب 4، لو هو دخل لك الرقم ده المفروض تطلع له الرقم ده. هو given هنا t given test cases، يعني هو بيديك مثلا 2 test cases فانت بتطلع له الانسر مرتين. طيب عايزك تاخد بالك من حاجات تانية بقى. عايزك تاخد بالك من time limit، time limit 1 second. عايزك تاخد بالك من memory limit، memory limit 256 ميجا بايتس. كل مرة انا هحسب معاك time limit وهعملها بلاي ليست لوحديها. الميموري ليميت مش محتاج يعني تحسبها قوي، بس خليك عارف ان انا برضو هعملها بلاي ليست، ان الموضوع مش يعني مش صعب ولا لدي ولا لدي. طيب نوت ذا انسر فور ذا ماشي، بيقول لك ان في احيانا خلي بالك النوت بيبقى فيها حاجه مهمه، يعني ما تعملهاش سكيب لان هي فعلا بتبقى حاجه مهمه. بس كده تعالوا بقى نطبق زي الخطوه بتاعه التفكير. انا دلوقتي هفكر في المساله. طيب انا ممكن اقول ايه؟ اقول ان انا همشي فور لوب واجمع الارقام بالظبط، وبعد كده امشي فور لوب برضو واجنريت كل مثلا باورز اوف 2 واطرحهم وعلى طول كده. طيب اولا خلينا نتكلم بس عن فور لوب. اولانيه انا همشي من واحد لان، لان بعشرة اس تسعة، فانا هاخد تايم او اف ان في تي، تي اللي هي عدد التست كيسز. انا باخد الورست كيس اللي هي اكبر كيس، فانا اكبر ان ممكن تدخل لي بعشرة اس تسعة فاكبر تي اللي هي بمية، عشان دي هتبقى نستد لوب، فانا بضرب الاثنين في بعض. لو ثلاثة نستد لوب بضرب الثلاثة في بعض، اربعة نستد لوب بضرب الاربعة في بعض، وهكذا. ده هيديني تايم قد ايه؟ ده هيديني مية في عشرة اس تمانية اللي هو عشرة اس 11. ده رقم خيالي. طيب كام ثانية بقى؟ ده الكلام ده هياخد كام ثانيه؟ الثانيه على الكود فورسز ب 10 اس 8 او 1 اي 8 اللي هي واحد قدامها 8 اصفار.
فانا لما اقول 1e 11 على 1e 8 هيساوي 1e 3 اللي هو 1000 ثانيه، واحد قدامها 3 اصفار. التايم ليميت بتاعي ثانيه وانا هحل مساله في 1000 ثانيه، طبعا الكلام ده ما ينفعش. طيب تعالى نعمل حاجه تانية، تعالى نستعمل الفورمولا اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الارثمتيك بروجريشن. الفورمولا او اي معادله عامه اوبريشنز بتاخد او فورم، تمام؟ الا بس لو فيها المود، سيرش على المود، انا ممكن اسيب لك لينك في الديسكريبشن. المود بياخد وقت اكبر شويه من بقيه العمليات الحسابيه. طيب 100 على 10 اس 8 ده رقم صغير جدا، اقل من الثانيه، وهو ده اللي احنا عايزينه. طيب سؤال بقى مهم دلوقتي، انا طيب انا جبت المجموع بالفورمولا اللي انا استعملتها، هل هو طالب المجموع؟ هو طالب المجموع ماينس الباورز اوف 2. طب انا هعمل جنريت لكل الباورز اوف 2، هاخد تايم قد ايه؟ هاخد 32 خطوه. ليه 32 خطوه؟ لان 2 اس 32 هي عباره عن ايه؟ 2 اس 32 هي ببساطه اكبر من 1e 9. طيب يعني 2 اس 32 اكبر من 1e 9. 2 اس 32 هي 32 2 مضروبه في بعض. فانا همشي لوب، هبدا بالواحد وكل شويه اضرب الواحد ده في 2 في 2 في 2 في 2 32 مره، وانا كده هجيب رقم اكبر من 10 اس 9 في 32 خطوه. طيب التايم بقى كده احسبه ازاي؟ التايم كده هقول ان هو او اوف تي اللي هو ب 100 في 1 زائد 32 اللي هو في 33 خطوه، لو عايز تحسبها بالخطوات. بس احنا غالبا لو في لوب جوه التست كيسز يعني، او في جمع، احنا بنجلكت الجمع وبناخد اكبر لوب. فانا بدل ما اقول هي عباره عن او اوف تي في 1 بلس 32، لا انا بقول هي عباره عن او اوف 100 في 32 على طول. ده طبعا برضو رقم اقل بكتير من اللي احنا عايزينه. طيب انا كده جبت الباورز اوف 2، هل انا هطرحهم من الصم؟ يعني انا جبت المجموع ب 10، هطرح الباورز اوف 2 من ال 10، لما اجي اطرحهم من 10 هيديني كام؟ هيديني 3 بس. ايوه من 1 2 4، هطرح ال 7 من ال 10 هيديني 3. طيب هل هو طالب كده؟ هو طالب ان انا اطرحهم مرتين. ليه اطرحهم مرتين؟ مره هطرحهم عشان اطلع الارقام الموجب اللي هم مش باورز اوف 2، ومره هطرحهم تاني عشان ابقى طرحت الباورز اوف 2. وكده انا جبت الفكره. هنشوف الكود، هتلاقي ان انت مجرد ما جبت الفكره انت تقدر تكود اللي انا قلته ده بسهوله بالغه يعني. طيب نبدا بقى جزء الكودينج. هل احنا كده هنكود فروم سكراتش؟ لا، انت المره اللي فاتت انا سبت لك تمبلت لو تفتكر، وكان فيه المعادله، انا هسيب لك اللينك تاني في الديسكريبشن، بس كان فيه المعادله اللي احنا محتاجينها المره دي اللي هي بتاعه جمع الارقام فروم 1 تو n. طيب انا هعمل لها كوبي بيست هنا. كل احنا هنعمله بس بدل ما هنعملها بالنسبه ل n، لا احنا هنعملها بالنسبه لكذا n، هنعملها لتي تيست كيسز. فانا عندي انتجر تي وسي ان تي، وهروح جاي هنا وايل تي ماينس ماينس. حلو قوي الكلام ده، بما انها وايل تي ماينس ماينس هعتبر ان الانسر بتاعتي هي عباره عن مجموع الارقام فروم 1 تو n دلوقتي. وبعد كده انا قلت ان انا عايز اطرح الارقام اللي هي باورز اوف 2، اعمل لها جنريشن ازاي؟ انا واحد من الناس بحب استعمل فيكتور، لو انت بتحب تستعمل الاري مفيش اي مشكله، هي هي بالظبط. انا هقول ان باور دوت بوش باك اللي هو اول اليمنت هخليه بواحد. انت لو عندك اري هتقول ان باور اوف 0 بواحد، وهمشي من اول ال1 لغايه 32 واقول باور دوت بوش باك. انت عندك هتقول باور اوف اي ايكوال كذا، بدل باور دوت بوش باك هي عباره عن باور اوف اي ماينس 1 في 2. ممكن بقى تطبع عشان تتاكد لو حابب. طيب انا ليه استعملت لونج لونج هنا؟ ليه استعملت ال ال هي اختصار لونج لونج؟ استعملت لونج لونج عشان مجموع الارقام من 1 ل 10 اس 9 هيبقى لونج لونج. لونج لونج بتفت لغايه 10 اس 18 عشان هتشوفها في الكونسترينز. 10 اس 9 معاك لغايه انتجرز، لكن مجموع الارقام من 10 اس 9 غير 10 اس 9. هو هنا طالب مجموع الارقام من 10 اس 9 وده هيعدي الانتجر. الانتجر لغايه 2 اس 32 ماينس 1، اللونج لونج لغايه 2 اس 64 ماينس 1 او 63 ماينس 1 على ما اذكر. طيب نكمل بقى. احنا دلوقتي جبنا الباورز، المفروض بقى امشي اجيب كل الباورز اللي اقل من n، كل الباورز اللي اقل من n. هقول والله يا عم الحاج اف باور اوف اي اقل من او تساوي n. ليه تساوي؟ عشان في المساله في اول كيس لما قال لي 1 2 3 4 هو اخد الواحد والاثنين والاربعه، يعني هو قال لو هي اقل من او تساوي n. انا هاخد الارقام دي اللي هم الواحد واثنين والاربعه، هطرحهم من العشره كام مره؟ هطرحهم من العشره مرتين. فانا العشره اهي هطرح منها minus equal sum 2 ans minus equal sum 2، او انت كان ممكن تقول سي اوت انس ماينس 2
2 في سم 2 على طول. طيب نتأكد كده من الكلام ده. بس مظبوط. هتصمت هتجيب accepted. هنقعد نستنى accepted. طيب عايز بس اطلب منك حاجة، لو الفيديو عجبك شير لايك سبسكرايب، الفيديو متعوب فيه زي ما انت شايف. اتمنى ان اكون فدتك بقدر الامكان يعني، بس كده. geometric progression، ايه هو geometric progression او geometric sequence؟ sequence هو شوية ارقام مرصوصة جنب بعض، بس عشان اقول ان هو geometric في حاجة مميزة قوي لازم تحصل، ان تاني رقم هو هيبقى عبارة عن اول رقم في ريشيو، وتالت رقم هو هيبقى عبارة عن تاني رقم في ريشيو. يعني مثلا اول رقم بتلاتة، تاني رقم هيبقى عبارة عن تلاتة في اتنين، تالت رقم هيبقى عبارة عن ستة في اتنين، وهكذا. والامثلة هتوضح اكتر. ناخد اول مثل، واحد واتنين واربعة وتمانية. لو قسمنا الاتنين على واحد هيدينا اتنين، لو قسمنا الاربعة على الاتنين هيدينا اتنين، لو قسمنا التمانية على الاربعة برضو هيدينا اتنين، وده معناه ان الريشيو بتاعتنا باتنين. مثل كمان، احنا ابتدينا بالتلاتة، بعد كده تسعة، كده سبعة وعشرين، بعد كده واحد وتمانين. طب لو قسمنا التسعة على التلاتة هيدينا تلاتة، لو قسمنا السبعة وعشرين على التسعة برضه هيدينا تلاتة، قسمنا الواحد وتمانين على السبعة وعشرين برضه هيدينا تلاتة. أتمنى إن هي تكون وضحت. طيب المثل ده أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا عندي اتنين وستة وتمنتاشر وأربعة وخمسين. طيب أول رقم باتنين، فأنا هسميه A1 عشان هو أول رقم، تاني رقم باتنين في تلاتة. طيب التلاتة دي هي ممكن أقولها تلاتة أس واحد، خلي بالك. طيب A of 3 يبقى عبارة عن اتنين في تلاتة أس اتنين. لو انا عايز تالت رقم بجيب 2 في 3 اس 2، لو عايز رابع رقم بجيب 2 في 3 اس 3. طيب انت ممكن تتشيك الارقام دي على الاله الحاسبه عشان تتاكد ان هي مظبوطه، بس خليني اقول لك كده. لو انا عايز a of n، يعني انا لو عايز مثلا اجيب رقم 20 في السيكونس، فالرقم 20 ده هو هيبقى عباره عن اول رقم اللي هو 2 في الريشيو اللي هي 3 اس n minus 1. يعني لو انا مثلا عندي 20 زي ما قلت، فده هيبقى 2 في 3 اس 19، وانا كده جبت الرقم 20 من السيكونس ده، وده اول رول عندي او اول معادلة عندي. طيب نفس ارقام المثل اللي فات، 2 و6 و18 و54، انا هكتبهم بشكل ماس او بشكل ماثيماتيكال شوية. فانا هقول ان اول رقم ده هسميه A، تاني رقم AR لان انا بضرب في الريشيو، تالت رقم برضو بضرب في الريشيو فهو AR تربيع، اخر رقم AR تكعيب، وهكذا. طيب انا عايز اجيب اصلا المجموع، او هدفي اللي بستعمله في معظم مسائل الكومبتيتيف بروجرامينج بيبقى المجموع. فانا هسمي مجموع الارقام باس اوف ان، ده مجموع الارقام فروم 1 تو ان لو هو جيومتريك بروجريشن، انا هسميه اس اوف ان عشان بس يساعدني في الاستنتاج. فانا هكتب مجموع الارقام بشكل ماثيماتيكال، بعد كده بعد ما اكتب مجموع الارقام هضرب اس اوف ان في سالب ار. طيب سؤال مهم، انا ليه هضربها في سالب ار؟ انا هضربها في سالب ار عشان لما انا اضرب في ار هتحس ان هو اتشفت. يعني بص كده على الترم اللي فوق والترم اللي تحت، او المعادله اللي فوق والمعادله اللي تحت، هتلاقي ان المعادله اللي تحت مش بتبدا من الاي، لا هي بتبدا من الاي اوف ار. فالمعادله اللي تحت والمعادله اللي فوق لما يتجمعوا على بعض ايه اللي هيطير؟ اللي هيطير كل الترمز اللي في النص، بس اللي هيفضل اول ترم من فوق اللي هو الاي، واخر ترم من تحت اللي هو سالب اي في ار اس ان. اتمنى ان انت توقف الفيديو وتبص عليها عشان تركز فيها شويه. مجرد ما جمعت المعادلتين مع بعض اخد عامل مشترك من الطرف الشمال اللي هو اس اوف ان، واخد عامل مشترك من الطرف اليمين اللي هو A، وبعد كده اجيب الاس اوف ان، وبكده قدرت اوصل للمعادله بشكل سهل. مجرد ان انا هجيب الاس اوف ان، ان انا هقسم الطرف اليمين على الطرف الشمال عشان اجيب الاس اوف ان، اللي هو هقسم زي ما كنا بنقولها في الرياضه زمان اللي بره على اللي جوه، وبكده انا جبت المعادلة بتاعتي بشكل بسيط جدا، ودي المعادلة التانية عندي. اخر حاجة خالص، السبيشال بي دي اف بتاعك اللي فيه ملخص الدنيا دي كلها، الاكزامبل على الشمال، وهتلاقي على اليمين زي ما انت شايف كده استنتجنا الرول ازاي، وبس كده التو رولز، ده كل اللي انت محتاج تعرفه. هتلاقي اللينك للبي دي اف بتاعك ده في الديسكريبشن على الجيت هاب لينك، وبس كده انجوي.
طيب خلينا نبدأ geometric progression. اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ببساطة شديدة كان هو معادلتين، المعادلة الأولى ان انا احسب اخر رقم، والمعادلة التانية ان انا احسب مجموع geometric progression. وقلنا geometric progression هو بيبدأ من رقم زي الاتنين، زي المثل اللي عندي ده اهو، اول رقم الاتنين، بعد كده كل شوية بضرب في تلاتة في تلاتة في تلاتة لغاية ما وصلت لاخر رقم 54، والsequence ده الطول بتاعه 4. طب كل اللي انا محتاجه عشان اطبق المعادلتين دول محتاج اعرف ثلاث حاجات. محتاج اعرف A اللي هو اول رقم، محتاج اعرف R اللي هو الرقم اللي انا كل شويه بضرب فيه، ومحتاج اعرف N. طيب ببساطه انا هكتب بس المعادلتين دول على الكمبيوتر، هنشوفهم بطريقتين زي ما عملنا في الارثمتيك بروجريشن. اول مره انا كاتبها عادي خالص، انا داخل لي A و R و N. ال A ده اللي هو اول رقم، ال R الرقم اللي انا بضرب فيه، ال N ده اللي هو الاس او عدد الارقام ببساطه يعني. بدخل الثلاث ارقام، بكتب اول معادله اللي هي اول معادله اهي a في r اس n ماينس 1 باور دي اللي هي الاس، دي فانكشن بيلت ان في السي بلس بلس. وبعد كده احنا هناخد حاجه في النمبر ثيوري اسمها فاست باور، اسرع منها حبه حلوين يعني. ودي نفس المعادله بالظبط، بس مجرد ان انا حطيتها في فانكشن. نفس الكلام هنا، كتبت المعادله بتاعتي، كتبت المعادلة بتاعتي برضو، استعملت الباور وبعد كده حطيتها كفانكشن. ممكن بقى نطبع الكلام ده نشوفه. المثل ده الـ A باتنين اللي هو أول رقم، الـ R اللي أنا بضرب فيها كل شوية بتلاتة، والـ N بأربعة اللي هو عدد الأرقام. فأنا اتنين، بعد كده الـ R بتلاتة، بعد كده الـ N بأربعة بالظبط. هلاقي ان هو اخر رقم 54، ده اخر رقم 54، ومجموع الارقام ب 80. مجموع الارقام عندي 2 و18 ب 20 و6 و54 ب 60، 20 و60 ب 80. ده كده مجموع الارقام، ودول كده المعادلتين. خلي بالك من حاجه بقى في الكود هنا، انا مستعمل دبل. ليه انا مستعمل دبل؟ عشان القسمه دي لو عملنا integer division احيانا الجزء اللي تحت بيطير، فانا مستعمل دبل لسبب. بس كده، ده كل اللي انت محتاج تعرفه تقريبا عن الجيومتريك بروجريشن. هسيب لك في الديسكريبشن لينك لبروبلم. البروبلم دي هي بسيطه جدا، اتمنى ان انت تحلها، والمره الجايه هحل معاك البروبلم دي. بس كده، انجوي. طيب احنا قرينا المساله، نبدا بقى في الحل. انا دلوقتي الارقام عندي لو هي arithmetic sequence هيبقى شكله زي a a plus d a plus 2d a plus 3d. هو ما قاليش اتشيك ولا على integer ولا على مش integer في حتة ال arithmetic sequence، بس هو في حاجة قالها لك، قال لك اصلا ان لكل الارقام اللي داخل لك integers. فمن الاخر يعني انت مش محتاج تتشيك غير على ان الفرق ما بين كل رقم والتاني بd. انت لو عملت التشيك ده خلاص انت اكيد اتأكدت ان ده arithmetic sequence. ليه؟ لان انتجر ماينس انتجر لازم هديك انتجر، وهو مش مديك غير انتجرز. فالرقم اللي جاي او انتجر بلس دي مثلا، لو الدي دي كانت نيجاتيف او بوزيتيف هتجمعها او هتطرحها الدي دي في الاول وفي الاخر، طالما هي على انتجر فهتديك انتجر. نيجي بقى للجيومتريك سيكونس، هو عباره عن اي اي ار اي ار تربيع ار تكعيب. نفس الكلام، لازم اتشيك ان القسمه ما بين كل رقم والتاني بار. هنا تشكيت ان الفرق ما بين كل رقم والتاني بدي، هنا هتشك ان الاسم ما بين كل رقم والتاني بار. بس كده، مش بس كده بالظبط، التريك اللي انا قلتها حتة الدبل ازاي بقى هندلها هوريك في الكود وهشرحها لك في الكود هتبقى اوضح. وبس دي احد الطرق اللي هتجيب لك accepted. هل ده الحل الوحيد؟ لا، في حل تاني، وهو الحل اللي انا جبت بيه accepted اول مرة. الحل ده انا هديك هنت ليه، بس هو مستعمل فيه المد اللي هو باقي الاسم. يعني باقي الاسم انا مش مستعملها في حاجه معقده خالص يعني، بس فكره الحل ان انا بربع الترمس كلها، او يعني مش بربع الترمس كلها، انا بربع الترمس وانا كنت على ورقه وقلم، جربت اربع الارقام كلها وابتدي استنتج ريليشن ما بين كل رقم والتاني، عشان هم اربع ارقام بس فالعدد صغير، فانا ممكن استنتج علاقه رياضيه واحل المساله عادي جدا من غير ما استعمل دبل خالص. ايه هدف ان انا عملت كده اصلا؟ عشان ما استعملش دبل، عشان ابعد عن الدبل، استعمل انتجرز بس. هوريك الحلين. مسألة IQ test دلوقتي هنبدأ بقى في الحل بتاعها. بص، دول الاربع حلول اللي انا جربتهم. تيست 24 هو مهندل الحتة اللي هو قال عليها
ان لو الترم اللي انت هتطبعه مش انتجر ما تطبعوش. طيب الهندل بتاعي اهو هتلاقي عليه الحلول عشان كده مش برفعها على جيت هاب. هبدأ معك في اول حل وهو اللي هشرحه، التاني انا مش هشرحه هديك انت ليه بس. طيب ده الحل. الحل ده هتعمل ايه ببساطة؟ هتجيب الدي اللي هي A2-A1 بعد ما تدخل الاربع ارقام بتوعك، وهتيجي هتشك بقى ان الدي دي هي واحدة لكل الارقام. ايه هما كل الارقام؟ A3-A2 وA4-A3. لو الفرق ما بين كل رقم والتاني بدي خلاص هتطبع الترم الخامس اللي هو A4+D، كل ترم عبارة عن الترم اللي قبله بلس دي. طيب نفس الكلام هتعمله على الار، صح؟ صح، بس الضرب في الاخر خلاص هتطبع A4 في R. طب فين التشيك بتاع الانتجر؟ التشيك بتاع الانتجر هنا اهو. في حدا هيقولي ازاي انا مش فاهم، يعني هقولك. الار لو هي دبل واتضربت في حاجة انتجر الناتج هيطلع دبل. يعني ايه؟ يعني لو الناتج هنا 12.5 هيفضل 12.5. هتقولي بس الA4 دي لونج او انتجر بشكل عام، فهقولك لا، هو مش بيتعامل معايا كده. هو الار الداتا تايب ليها زي ترتيب، الدبل اعلى ترتيب فيهم، فانت لو بتضرب او بتجمع او بتعمل اي اوبريشن في الدبل الناتج اللي هيطلع دبل. طب هنا بقى انا بقوله خلي الناتج ده لونج. طب اللونج دي بتعمل ايه؟ بتشيل الدوت. يعني لو الناتج اللي طلع هنا 12.5 اللونج دي هتشيل النص ده ويبقى الناتج هنا 12. طيب برضو ده بيفيدني بايه؟ هقولك ببساطة، لو احنا شيلنا الدوت، احنا بنقول لو الناتج مفهوش دوت في الناتج الاصلي اللي هو هنا، لو الناتج مفهوش دوت في الناتج الاصلي اللي هو هنا اطبعهولي. ليه؟ لان لو مفهوش دوت يبقى هو مش دبل. البرسيشن بوينت دي او الدوت دي هي دي اللي بتقولي هو ده دبل ولا لا. بس كده هو ده الحل، غير كده اطبع 42. نيجي بقى للحل التاني. بص انا زي ما قلت مش هشرحه، بس اول نقطة هي بتاعت الدي. تاني نقطة انا هديك عليها هنت، ما تكتبش الـ A1 كـ A1 ده، اكتبها كـ A، و A2 اكتبها كـ AR، و A3 اكتبها كـ AR تربيع. طيب عايز اقولك على معلومة بس وملحوظة، في الضرب بنجمع الاسس. يعني انا لو ضربت AR في AR هيديني A تربيع R تربيع، وفي القسمة بنطرح الاسس. خليك بس فاكر المعلومتين دول. طيب المود دي معناها ايه؟ هو انت لسه مخدش المود، بس هقولك معناها هنا. لما انا اقول رقم مود حاجة equal 0 يعني الرقم ده بيقبل اسم على الحاجة. يعني ايه؟ يعني 15 بتقبل اسم على 5، يبقى 15 مود 5 equal 0. ده معناه لو 15 بتقبل اسم على 5، هو ده الكونديشن ده بيهولد ليه، لو الرقم ده بيقبل اسم على A3. تابع بقى وشوف ايه اللي حصل هنا ومنين استنتجنا ان دي الانسر. ده برضو الحل ده هيجيب معاك accepted. اخر حاجه خالص ازاي تشوف الحلول. لو فتحت الستاندنج بتاع الكونتست هتلاقي في حاجه اسمها كومن ستاندنجز وفريند ستاندنجز. الكومن ستاندنجز هتلاقي في حلول كل الناس، ممكن تشوفها تدوس على الحل من هنا وتخش تشوف الحلول بتاعت الناس لو انت عايز. ده احد الحلول، هتلاقي حلول تانية طبعا، هتلاقي حلول بالهبل. ممكن تخش تشوف الحلول كلها، تحت خالص هتلاقي عدد الحلول وهو 1434 حل او 1434 سبمشن. يعني خش شوف الحلول لو انت عايز هتستفيد منها وبس كده. ده كل انت محتاج تعرفه في الفيديو. انجوي. طيب الباور واللوغاريزم، خلينا نبدأ بالباور. هديك مثال على طول. خلينا اقولك ان 2 هي عبارة عن 2 باور 1 او 2 اس 1. 2 في 2 هي عبارة عن 2 باور 2 او 2 اس 2. 2 في 2 في 2 هي عبارة عن 2 باور 3 او 2 اس 3. طيب ايه معنى الكلام ده؟ او ايه علامة الباور اللي فوق دي؟ ايه الواحد اللي فوق دي؟ لما اقول 2 بتساوي 2 وفوقيها 1، الواحد ده معناه ايه؟ معناها ان الاتنين موجودة لوحدها، مش مضروبة في حاجة. تقدر تقول ان الاتنين موجودة بذاتها كده. طيب 2 اس 2 يبقى في اتنينتين مضروبين في بعض، 2 اس 3 تلات اتنينات مضروبين في بعض، وهكذا. طيب ماذا لو قلنا 2 اس 0؟ لو قلنا 2 اس 0 يعني دي السبيشال كيس بتاعتي، وهو اي رقم اس 0 عشان تبقى عارف بس، اي اكس اس 0 هيديني 1. طيب ليه الكلام ده؟ يعني ايه اس 0؟ يعني مفيش تكرار او مش مضروب في حاجه، فثابت الضرب عندي بيبقى 1، او الرقم اللي انا ببدأ بيه الضرب بيبقى 1. فانت ممكن تتخيل التلات امثلة اللي فوق دول كأني بقول 2 في 1 equal 2 اس 1، 2 في 2
في واحد إيكوال 2 أس 2 لأن الواحد ما بيغيرش حاجة في الضرب. تالت مثل 2 في 2 في 2 في 1 إيكوال 2 أس 3. فلما أنا شلت 2 أس 3 وتبقى 2 أس 0 اللي هو ما فيش حاجة، هيتبقى لي ثابت الضرب اللي هو الواحد ده بس، أو يعني الرقم اللي أنا باجي أضرب فيه ما بيأثرش، زي الصفر كده لما أجي أجمع صفر على أي حاجة ما بيأثرش في الفاليو نفسها. بس كده هو ده الباور ببساطة شديد. نيجي بقى لللوج. طيب ايه هو اللوج اصلا، او يعني ايه لوج؟ لوج ببساطة هو ماثيماتيكال فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ زي فانكشن البروجرامينج بالظبط، بتديلها رقم او فاليو او whatever وهي بتطلع لك حاجة الناحية التانية، بس هي هدفها هنا الفانكشن ان هي تطلع لك فاليو الناحية التانية. انت بتديها مثلا رقم بتعوض فيها برقم وهي بتطلع لك رقم الناحية التانية. فهنا اللوج ده هو function of x بتديلها variable x وبتطلع لك حاجة الناحية التانية. السؤال بقى الحاجة دي بتتحسب ازاي؟ هو ده السؤال ببساطة. لما اقولك log لازم اللوج ده ياخد البيز، يعني انا ببقى محدد log 2 يبقى انا بديله البيز 2، log 10 يبقى انا بديله base 10. زي ما انت شايف في المثل انا قايل log 2، انت برضو لسه مش فاهم مفيش مشكلة تفهم دلوقتي. لما اقول log 2 لل16 يعني ايه؟ يعني انا هاخد ال16 دي وقعد اقسمها على الاثنين على الاثنين على الاثنين على الاثنين. الستاشر عندي هفضل اقسمها على الاثنين، هوقف امتى؟ اول ما اوصل للواحد. بس كده هو ده اللوج. هو ده اللي بتعمله الفانكشن. طيب هي بتطلع لي ايه بقى؟ انا قعدت اقسم اخدت كام خطوه في القسمه، هو ده اللي بتطلعه الفانكشن. يعني ايه؟ يعني انا الستاشر دي قسمتها على الاثنين مره ادتني 8، قسمتها على الاثنين مره كمان اديتني 4، قسمتها على الاثنين مره ثالثه اديتني 2، قسمتها مره رابعه اديتني 1. الله، هي كده اديتني 4 بالظبط. طب هل في طريقه تانية بدل ما اقعد اقسم على الاثنين؟ طيب هو انت ممكن تشوف الرقم ده هو 2 اس كام، زي ما انا كاتب لك تحت. لو انت عارف مش ال 16 دي 2 اس 4، بدل ما تقعد تقسم على الاثنين كذا مرة، انت عارف ان الستاشر دي هي 2 أس 4، فانت عارف ان انت كده كده هتقسم 4 مرات على الاثنين، فالانسر بتاعتك بتبقى الأس. فانا مثلا لو قلت لوك 3 لـ3 أس 16 الانسر بتاعتي بتبقى الأس، وهو ده اللوجاريتم. طيب هل كده احنا خلصنا اللوج والبار وذات ست؟ لا طبعا، في قوانين بالهبل على التوبيك ده، لكن الفكرة ان ده اللي انت محتاجه في الماس، وخاصة حتة الخطوات دي لازم تبقى فاهمها لان هتحتاجها في الباينري سيرش. الكود بتاعك هتيجي مثلا لو عندك مساله وفي المساله انت بتقسم دومين المساله كل شويه على 10، فالتايم كومبلكسيتي بتاع المساله هيبقى لوج 10، فده تايم قليل جدا. اللوج لو اعتبرنا 2 أس 64 وهو اقصى قيمه للونج لونج، 2 أس 64 - 1 او 2 أس 63 - 1 مش متذكر قوي، بس ده اقصى قيمه. لو جبت لوج 2 لي هتاخد 64 خطوه، ده لا شيء، ده رقم قليل جدا. فهو ده اللوج، اتمنى انه يكون واضح. لو انت بقى عايز تعرف تشوف منين القوانين او الحاجات الزياده دي، انا في الاخر خالص هحط فيديوهين، بونص فيديو هخليه زي مفاجاه كده هتعرف فيه ايه، وفيديو تاني للسورسز هيبقى فيه السورسز اللي انا كنت بحضر منها اللي شرحت منها السورسز. كتاب هيبقى فيه قوانين اكتر من اللي انا قلتها طبعا بكتير، بس انا اهم حاجه عندي الاساس او اللي انت هتشوف في المسائل intuitive understanding، بحيث ان انت لو حبيت تكمل لوحدك يبقى الموضوع بالنسبة لك سهل. بس كده enjoy. خلينا نأول ندسكس بروبلم كده. البروبلم دي هي اللي بيحلها الكوميوليتيف سم، بس انا عايزك تفكر فيها الاول كده. دلوقتي انا عندي array، الarray ده size بتاعه n، وعندي t queries، كل query بيديني two numbers l و r، والمطلوب مني الاقي السم بتاع الاري ده from l to r. طيب انت ممكن تكون ما فهمتش قوي البروبلم، مش مشكلة، الاكزامبل اللي جاي ده الانبوت والاوتبوت هيفهمك البروبلم كويس جدا. دلوقتي انا عندي الانبوت بتاعي 5 وهو سايز الاري، وبعد كده بدخل 5 ارقام. هفترض ان ال5 ارقام دول 1 2 3 4 5، فانا كده دخلت الاري بتاعي. بعد كده هدخل 2، ده عدد الكويريز. اول رقم ال ب1 وال r ب4 في اول كويري 1 و4، ثاني كويري ال l ب1 وال r ب5 1 و5. اللي انا عايزه بقى لما انا اقول لك 1 و4، يبقى انا عايز مجموع الارقام من 1 ل 4، فالاوتبوت بتاعي في اول كويري هيطلع 10.
ولما انا اقول لك 1 و5 يبقى انا عايز مجموع الارقام من 1 و5، فالاوتبوت بتاعي هيطلع 15. طيب اعمل حاجة زي كده ازاي؟ انت لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان انا ممكن اعمل فور لوب وامشي اكمبيوت عادي جدا جدا مجموع الارقام من 1 ل4 ومجموع الارقام من 1 ل5، وده هياخد مني تايم كومبلكسيتي ان في الكويري الواحد. فلو انا عندي تي كويريز هيبقى تي في ان، ده التايم كومبلكسيتي بتاعتي. طيب الكلام ده كويس لو انا عندي التي 10 اس 3 او ب 1000 والان ب 1000. طيب ماذا لو 10 اس 5 و10 اس 5 او 10 اس 6 و10 اس 6، يعني مليون ومليون. هضرب مليون في مليون ب 10 اس 12 السكند او الثانيه على الكود فورسز ب 10 اس 8، 10 اس 12 على 10 اس 8 التايم كومبلكسيتي بتاعتي 10 اس 4، والمساله المفروض تتحل في ثانيه، يعني ده رقم كبير جدا، تايم كومبلكسيتي 10 اس 4 ثانيه وانت المفروض تحل المساله في ثانيه. طب حاجه زي كده بقى اعملها ازاي؟ هنا بقى نبدا نقول ايه هو الكوميوليتيف سم. الكوميوليتيف سم بينقسم لحاجتين، حاجه اسمها البريفكس سم وحاجه اسمها السفكس سم. احنا هنركز اكتر على البريفكس سم وهقول لك ايه هو السفكس سم في الاخر، بس هو حاجه بسيطه جدا 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 ما فيهاش فرق كبير قوي بين البريفكس سم. البريفكس سم، تعالوا ناخد الاري اللي كان عندنا في البروبلم، الاندكسز بتاعته 0 و1 و2 و3 و4 عشان هو 5 ارقام، والفاليوز اللي فيه 1 و2 و3 و4 و5. طيب ايه هو بقى السم؟ ببساطه شديده اول رقم هو نفس اول رقم في الاري الاصلي اللي هو بواحد. طيب تاني رقم بقى هو عبارة عن 1 زائد 2. طيب تالت رقم عبارة عن 1 زائد 2 زائد 3 اللي هو 6. رابع رقم هو عبارة عن 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 اللي هو 10. طيب خامس رقم هو عبارة عن 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 هو 15. يعني ببساطة عند كل اندكسز الرقم اللي هنا هو عبارة عن مجموع الرقم اللي موجود في الاندكس ده زائد الارقام اللي قبله. يعني ببساطة كده عند اندكس 2 هتلاقي ان اندكس 2 هي عبارة عن 3 زائد 2 زائد 1 اللي هي 6. اندكس 3 هي عبارة عن 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. من الاخر الرقم اللي في الاندكس ده اللي هو 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 اللي هم الارقام اللي قبله. طيب احنا جبنا السم اري بتاعنا اللي هو 1 و3 و6 و10 و15، ولسه مش عارفين هنستعمله ازاي. تعالى نرجع للبروبلم الاصليه خالص، داخل لي ال وار كويري ال وار، ال ال ب2 والار ب4، عايز اجيب مجموع الارقام من اندكس 2 لاندكس 4. طيب تعالى نجيب الاول المجموع ده بعينينا، هنلاقي ان المجموع هو عباره عن 3 زائد 4 زائد 5 اللي هو 12. طيب انا عرفت ان المجموع 12، طب استعمل بقى الاري بتاعي ازاي؟ تعال نفكر فيها من ناحية الانديسيز كده. انا عايز مجموع الانديسيز من 2 ل4، والاري اللي تحت فيه مجموع الانديسيز من 0 ل4 ومجموع الانديسيز من 0 ل1 ومن 0 ل0 ومن 0 ل2 ومن 0 ل3. هو ده اللي موجود. انت لو بصيت فيها هتلاقي مثلا الاندكس بتاع 4 هو فيه مجموع الارقام من اندكس 0 لاندكس 4. طيب انا محتاج افكر بالطريقة دي، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان مجموع الارقام من اندكس 2 لاندكس 4 هو هو مجموع الارقام من اندكس 0 لاندكس 4 ما عدا اندكس 0 واندكس 1. اندكس 0 واندكس 1 اللي هم مين؟ اللي هم مجموع الارقام من 0 ل 1 اللي هم موجودين في اندكس كام؟ موجودين في اندكس 1. لحظه واحده كده، يعني ببساطه مجموع الارقام عندي لو بصيت هتلاقيها 15 - 3. بص على الاري بتاع الفاليوز هتلاقي ان 15 ماينس 3 هي عباره عن 3 زائد 4 زائد 5. ليه؟ لان انا بقول ببساطه شديده ال 15 دي شيل لي منها الواحد والاثنين عشان اشيل الاندكس 0 والاندكس 1. فهتلاقي دايما ان مجموع الارقام عندك هو عباره عن سم اوف ار، سم اللي موجود في الاندكس ار اللي هو اخر اندكس، اندكس 4، ما عدا سم اللي موجود في اندكس 2 ماينس 1 اللي هو اندكس 1. يبقى الانسر بتاعتك هي عباره عن سم اوف ار ماينس سم اوف ال ماينس 1. ده في الكيس بتاعتنا لو انا بتعامل في اندكس كاندكسز. خلي بالك في البروبلم الاصليه اللي كان داخل لك ما كانتش داخل لك اندكسز، هو كان داخل لك رقم، يعني هو مش بيتعامل من الصفر، هو بيتعامل من الواحد. حاجه زي كده حلها ايه؟
هتعمل ماينس ماينس بس للأرقام اللي دخلالك. يعني أنا لو اللي دخلالي هنا دخلي إندكس 2 لـ 4، لا هناك هيبقى دخلي 3 لـ 5، هعمل إيه؟ هخلي 3 دي 2 والـ 5 دي هخليها 4، هنقص من 3 1 وهنقص من 5 1، L ماينس ماينس و R ماينس ماينس ككود. طيب ده أول استعمال. طيب كيس 2، تعال نقول إن أنا عايز أجيب مجموع الأرقام من الإندكس 0 للإندكس 3. طيب نفكر فيها إزاي بقى؟ هنلاقي ان مجموع الارقام من الاندكس 0 لاندكس 3 انا اصلا حاسبه اللي هو ب10 لحظه واحده، بس انت هناك لما قالك من اندكس 2 لاندكس 4 انت قلت هنقص اللي قبله. ايوه انا قلت كده، الصفر مفيش حاجه قبلها عشان انقصها. انا لما اقول مجموع الارقام من 0 ل 4 مش هقدر انقص حاجه، فهقول sum of r بس، لكن هناك كان sum of r minus sum of l minus 1. دي طريقه ان انت تبص ليها انه مفيش حاجه قبل الصفر، انا خلاص عايز مجموع الارقام من الصفر للرقم اللي عندي اللي هو اللي انا حاسبه. دي طريقه. طريقه تانية ان هو مش هقدر اجيب ال ماينس 1 لو اداني ال بصفر. ليه؟ لان الاندكس هيبقى سالب ومفيش اندكس سالب. دي طريقه تانية برضو تفكر فيها، بس اللوجيك ببساطه ان انا لما اقول من صفر لاربعة يبقى انا محتاج الرينج كله، مش هنقص حاجه لان مفيش حاجه قبله. ودي كيس 2. طيب اخر حاجه خالص وهي السفكس سم، هي عكس البريفكس سم. هندي مثال عليها. الاندسيز اللي عندي 0 1 2 3 4، انا قلتها اندكسز وانسيز تول مش مشكله، هي اندسيز يعني. ماشي الفاليوز 1 2 3 4 5. بص بقى المجموعه يمشي ازاي. يمشي بالعكس، انا هجمع من الاخر للاول، 5 9 12 14 15. طيب ايه الفرق؟ هتلاقي ان في مسائل انت هتحتاج تعمل فيها السفكس سم هيبقى اسهل لك كتير قوي من البريفكس سم. طيب اخيرا ريكاب سريع كده على كل اللي احنا قلناه. اول حاجه احنا قلنا عندنا بروبلم، البروبلم دي هو مديك اري وعايزك تجمع الارقام اللي من رينج ال لار، انت المفروض تطلع له مجموع الارقام اللي في رينج ال تو ار. قلنا لو احنا عملنا كده عادي بروت فورس هياخد تي في ان، احنا مشينا وطبقنا عادي جدا. طيب بعد كده قدمنا البريفكس سام، بعد كده قلنا البريفكس سام ليه تو كيسز. اول كيس لو الرينج من ال لار، وقلنا لو ال دي مش بزيرو فانا هطلع سام اوف ار ماينس سام اوف ال ماينس 1 كانديسيز. انا هطلع السام اللي موجود في الاندكس 4 ماينس السام اللي موجود في الاندكس 1 اللي هو 15 ماينس 3، يبقى السام بتاعي يطلع ب 12. بعد كده قدمنا تاني كيس اللي هو لو قال لي عايز مجموع الارقام من 0 ل 4 او من 0 ل 3، لو من 0 ل 3 يبقى المجموع ب 10. ليه؟ لان خلاص هو عايز من 0 لكذا، هو ده اللي انا بحسبه اصلا في الاندكس. انا بحسب من 0 ل 1، من 0 ل 0، من 0 ل 2، من 0 ل 3، من 0 ل 4. بعد كده اتكلمنا عن السفكس سم وقلنا ان انت مش هتستعمله كتير قد ما هتستعمل البريفكس سم، واتمنى يعني ان يكون الكوميونيتيف سم بشكل عام واضح. بس كده وانجو. طيب النهارده فيديو الكودينج، اول حاجه هنعملها نفتح الجيت هاب ريبو انترودكشن تو ماس، هنلاقي فيها اللي احنا خدناه المره اللي فاتت كان التوبيك انتويشن اللي احنا هنكود على اساسه. احنا الاول فهمنا التوبيك، بعد كده هنشوف هنكود حاجه زي كده ازاي. البروبلم اللي كانت عندنا هي البروبلم دي، الانبوت داخلي والاوتبوت، احنا هنحل البروبلم دي على الانبوت والاوتبوت ده، بس طبعا لازم اتاكد من اكتر من تيست كيس، بس هو هتلاقيه شغال على اكتر من تيست كيس لو انت عملت implementation الالجوريزم صح. طيب نيجي بقى للكودينج. احنا قلنا انا بس كاتب على طول عشان اختصر وقت. دلوقتي انا عندي الاري n، بدخل الارقام from 1 to n. طبعا لو في المسألة قالك السايز ب10 أس 6، فانت هتحط هنا 10 أس 6. 10 أس 6 بتتكتب بطريقة تانية وهي 1E6، بس لو كتبتها بالطريقة دي 1E6 لازم احط قبلها integer كده عشان ما يديليش error. نفس الكلام هنا، لو السايز ب10 أس 7، 10 أس 7 او 1E7. اي دي هي عدد الاصفار اللي قدام الواحد، احد الطرق يعني عشان لو شفتها. طيب دخلت الاري، بعد كده بقى نوصل لجزء مهم، كلمة pre processing. في السام اري بتاعنا اللي احنا هنعمله computation ده، انا مش محتاج اعمله كل كويري، مش محتاج احسب السام اري من الاول. ليه؟ الاري ما بيتغيرش والسام اري بتاعي ما بيتغيرش،
لكن ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير عندي ال L وال R، هم دول اللي بيتغيروا ال L وال R. طيب هل ال L وال R دول هيأثروا على السم أري في حاجة؟ لا، فانا مش محتاج احسبه جوه، لان انا لو حسبته جوه يبقى التايم NFT، يبقى ما عملناش حاجة، كنا عملنا root force من الاول. لكن لما نحسبه بره هيبقى التايم بتاعي O of N بس، وهو تايم اللوب ديا او تايم الانبوت يعتبر. فانت طالما تقدر تاخد الاري تقدر تجيب الكوميوليتف سم بتاعه فروم اي رينج عندك. طيب الكودينج بقى، اول حاجه سم اوف اي بلس ايكوال ار اوف اي. سم اوف اي ده متعرف فوق، لما اعرف اي حاجه هنا كده بالشكل ده هي انيشيالي بتتحط بصفار، يعني السم ده طالما تعرف في الحته دي فوق المين بيتحط كله بصفار، هو والاري انيشيالي هما بصفار. طبعا الاري انا عملت له سي ان، السم فضل بصفار، فجمعت عليه ار اوف اي، بقى سم اوف اي ايكوال ار اوف اي دلوقتي. طيب ففي اول حاله لو احنا مثلا افترضنا 1 2 3 4 5 هيبقى الشكل عندنا كده، هيبقى 1 2 3 4 5. فاول مره هل في حاجه قبله؟ انا السطر ده معناه لو في حاجه قبله اجمع عليه من السم اري اللي قبله، من السم اري اللي قبله، يعني اجمع عليه كل اللي قبله. طيب هنا هل في حاجه قبله؟ مفيش، فالسم اري بقى شكله كده بواحد. هنا في حاجه قبله؟ اه في قبله واحد، فاجمع عليه الار اوف اي واجمع عليه اللي قبله، فهجمع عليه الواحد وهجمع عليه التلاته وهجمع عليه الاتنين سوري، فهيديني تلاته. التلاته دي في حاجه قبلها؟ اه في اتنين، فهجمع عليه اللي قبله وهجمع عليه نفسه، قبله نفسه اللي هو بست. نفس الكلام 10 15. والكمبيوتيشن احنا شرحناها كويس ازاي نعرضها في التوبيك انتويشن، فانت مجرد هتطلع الانسر دي. دي احد طرق الامبلمنتيشن بتاعت السم اري، ممكن تعمله بفيكتور، ممكن تعمله بفاريابل وتعمله بوش في الفيكتور، تعمل فاريابل اللي اسمه سم وتعمل فيكتور دوت بوش سم، والسم ده كل شويه بتجمع فيه. دي طريقه وممكن اصلا تستغنى عن الاري ده خالص. بس الاول كده نرن البروبلم اللي عندنا. البروبلم هي الانبوت بتاعها اهو، نشوف كده هل احنا صح ولا غلط. 5 1 2 3 4 5 2 من 1 ل 4 من 1 ل 5 10 و15، وهو الاكسبكتد اوتبوت. ما تنساش ان انا نقصت، قلت ال ماينس ماينس وار ماينس ماينس، لان انا شغال على زيرو، يعني انا ما بيلد الالجوريزم بتاعي بيزد على الاندكس بتاعي بزيرو، او الستارت اندكس بتاعي بزيرو، هو مدخلي الستارت اندكس ب1، فببساطه هو معتبره ب1، فهنقص بس واحد من كل ارقام اللي داخلالي مش اكتر. طيب ده كده الكوميوليتيف سم. هل في طريقه تانية الامبلمنتيشن فيه؟ انت ممكن تستغنى على الاريد ده خالص. ازاي بقى؟ نعمل كومنت هنا كده، بص كده هنا انا سم اوف اي بجمع عليها الار اوف اي. طيب دلوقتي انا عندي الار اوف اي بس، صح؟ يعني عندي الاري اللي هو ار اوف اي. مش انا ممكن اقول كل رقم اجمع لي عليه اللي قبله بس؟ بمعنى لو قلت ان انا مش هبدا من الصفر، لا انا هبدا من الواحد، وكل رقم اجمع لي عليه اللي قبله. ار اوف اي بلس ايكوال ار اوف اي ماينس 1. ماذا سيحدث هنا؟ بصوا اللي هيحصل كالاتي. بصوا انا ار اوف اي الزيرو هيفضل زي ما هو، مش هيحصل له حاجه. ده هجمع عليه اللي قبله عند الاندكس الجديد ده، هجمع عليه اللي قبله، فاجمع عليه اللي قبله فده بقى ب3، وال3 هجمع عليها اللي قبلها اللي هي ال3 فبتبقى ب6، وال4 هجمع عليها اللي قبلها اللي هي بقت ب6، ف4 زائد 6 ب10، وال5 هجمع عليها اللي قبلها. خلي بالك انا بجمع عليها اللي قبلها من السطر اللي تحت، هجمع عليها اللي قبلها، ال5 هجمع عليها اللي قبلها تبقى 15. بس كده، دي طريقه تانية، وانا بكده مش محتاج اصلا السم اري. بس كده خلي بالك انا كده غيرت في الاري الاصلي، يعني انا لو هستعمل الاري ده في حاجه الانفورميشن اللي في الاري دي اتغيرت. لو انا محتاج الاري ده في حاجه خلاص مش هينفع استعمله. لو انا محتاجه في حاجه بقى لازم اعمل سم اري او اري جديد، مش شرط يكون اسمه سم طبعا، ممكن نسميه اي اسم. بس لو انا عملت كده بدل السم ده
خلاص بقى الاري بتاعي هو اللي فيه المجموع، فانا هطبع الاري على طول. ونيجي نران البروبلم. 5 1 2 3 4 5 2 1 4 1 5 10 و15. لو انا هفترض بالنسبة للصم الورست كيس ان هو يدخل لي كل الارقام، كل الفاليوز اللي داخله في الاري دي ب10 أس 9، فالورست كيس ان المجموع هيبقى 10 أس 6 في 10 أس 9، ده اكبر رقم ممكن يدخل لي. والرقم ده 10 أس 9 في 10 أس 6 في الضرب بجمع الاسس، وهو 1 وقدامه 15 صفر. فاللونج لونج بتفيد كويس جدا في الحتة دي. اللونج لونج هي 1 وقدامه 18 صفر، او 10 أس 18، وهي اكبر من 10 أس 18 شوية، هي almost تقريبا 4 في 10 أس 18. فاللونج لونج يعني الأأمن، الا لو انت بقى ضامن ان الرينج اللي عندك صغير، او رينج الارقام اللي داخل لك مثلا ب1000، ف10 أس 6 في 1000 في الفاليوز بتاعت ال1000، يبقى انت كده عندك اقصى مجموعة ب10 أس 9. بس كده، انجوي. طيب دلوقتي انا عندي بروبلم فينس. اشجعك الاول ان انت توقف الفيديو وتحاول تقرا وتفهم البروبلم لوحدك. الجزء ده انا هقرا فيه البروبلم. البروبلم دي بيقولك ان في فينس اللي هو زي ما بتشوف اي فيلم، بيبقى فيه قدام اي بيت كده بيبقى فيه شويه الواح خشب، هو ده الفينس يعني. المهم بيقولك ان ده موجود قدام بولي كراب هاوس، متكون من ان بلانكس يعني ان الواح، كلهم ليهم نفس العرض وهم مرصوصين من الشمال لليمين زي ما تشوف كده، ليهم نفس العرض كلهم. يعني يكون العرض كام هو ما قالكش، بس هو قايل لك الطول، قايل لك مديك طول كل واحد منهم اللي هو اتش اوف اي. فده شكلهم مثلا، لو قلنا الاولى بواحد، التانية باتنين، التالتة بستة، وهكذا. بيقول لك ان بولي كراب اشترى بيانو وعايز يدخل البيانو ده جوه البيت، فعشان يدخل البيانو جوه البيت المفروض يلاقي كي الواح ورا بعض، كي الواح ورا بعض، بحيث ان مجموع اطوالهم يكون اقل ما يمكن. طيب اكتب بروجرام بيطلع لي الاندكسز من الكيدول. انت مش هتطبع كل الاندكسز، يعني هو قايل لك في الاوتبوت في الاخر هنا ان انت هتطبع اصغر اندكس فيهم. طيب ممكن تكون ما وضحتش قوي، نيجي للتست كيس هتوضح اكتر. دلوقتي انا عندي الري فيه 7، فيه 7 ارقام، وهو مديني الكي ب3. المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض امشي على كل 3، دول اول 3، دول تاني 3، دول تالت 3، دول رابع 3، دول خامس 3، واجمعهم. بعد ما اجمعهم عايز اعرف بعد الجمع ده، بعد ما انا اجمع كل التلاتات دول، عايز اعرف اقل مجموع فين وبكام. مين هو اقل مجموع؟ هتلاقي ان اقل مجموع هو ده ب8، غير كده باقي المجموع كلها ب9. طيب انا عرفت ان ده اقل مجموع، المفروض اطبع ايه؟ اطبع اول اندكس لاقل مجموع. اول اندكس لاقل مجموع اللي هو ده بكام؟ هتلاقيه ب3. هنا هو قايل لك ان اول اندكس لاقل مجموع ب3، 3 4 5، لكن ده ب3. فتقول لي بس احنا الاندكسز من 0، ده المفروض يبقى 2. هقول لك لا، هو معتبر ان الاندكسز من 1. بس كده، هو ده المطلوب في المساله، اتمنى ان انت تكون فهمتها. طيب نيجي بقى ل ازاي نفكر في المساله فينس على الكود فورسز. دلوقتي بشجعك ان انت توقف الفيديو وتحاول تحلها لوحدك. تجيب ورقه الوايت سبيس بتاعتنا زي ما احنا بنعمل كده، وتبدا تفكر الاول في حل المساله، وبعد كده تكود. الكودينج ده اخر ستيب خالص، انت بتكود اخر حاجه، انت شغلك كله مع الورقه والمساله. طيب دلوقتي عندي اري 1 2 3 4 5 6. افترض ان الكي اللي هو مديها لك 3، فاحنا عارفين ان هي كوميوليتيف سم، فهنجيب السم اري بتاعنا هيبقى 1 3 6 10 15 21. لو مش عارف السم اري بيتجاب ازاي، شوف الفيديوهين اللي فاتوا. طيب هنلاحظ ان البروبلم دي هي نفس البروبلم اللي كانت في الفيديو اللي فات. طيب ايه هي البروبلم اللي كانت في الفيديو اللي فات؟ مديك اري وطالب منك تجيب السم من رينج ال تو رينج ار. هي نفس البروبلم بالظبط، بس الفرق ان هو مش مديك ال وار، انت اللي محتاج تجيب ال وار، ودي تعتبر يعني الفكره الوحيده اللي في المساله. هنلاحظ ايه بقى؟ تعال نجيب
اول اندكس واخر اندكس لاول 3 ارقام، هنلاقي ان اول اندكس بصفر واخر اندكس باتنين. حلو جدا. طيب ال التانية هنلاقي ان ال التانية بواحد والار بتلاتة. طيب ال الاخيرة او سوري اللي قبل الاخيرة التالتة هنلاقي ان ال باتنين والار باربعة. ال الاخيرة ال بتلاتة والار بخمسة عشان هما 6 ارقام فاخر اندكس بخمسة. طيب سؤال بسيط جدا، اكريت بقى ال والار دول ازاي؟ هتلاقي ان في يعني علاقة او ريليشنشيب ما بينهم كلهم، انت محتاج بس يعني ثبت واحد وانت هتقدر تجيب التاني، ثبت واحد وهتقدر تجيب التاني. لو ما قدرتش تستنتج هجيبهم ازاي، انا بديك انت هو سجل هات واحد بس بلوب وحاول تجيب التاني، وقف الفيديو وشوف يعني حاول تفكر فيها. بس هي فكرتها ان الريليشنشيب ما بين R و L، ما بين R و L، ان اول R هتبقى equal k minus 1. حلو كده. يعني اول R عندي، اول R عندي اللي هي اول اندكس عندي او اول R هقدر اكريته هيبقى k minus 1. ليه؟ لان الاندكسز عندي بتبدأ من 0 وهو بدأ عدد من 1، فانا اول اندكس عندي هيبقى k minus 1. طيب ال L بقى انا كده اجيب، اقدر اجيب كل ال R، همشي فور لوب من k minus 1 لغاية ال N، وال k minus 1 ال i equal k minus 1، وطول ما ال i اقل من ال n كده انا قدرت اجيب كل ال r. طب ال l بقى هي عبارة عن ايه؟ ال l بص كده هتلاقي ان ال l هي عبارة عن r، هي عبارة عن r minus k minus 1. يعني ايه؟ يعني لو ال r ب 2 ال l هتلاقيها 2 minus 2، لو ال r ب 3 ال 3 ال l هتلاقيها 3 minus 2، لو الار باربعة الال هتلاقيها اربعة ماينس اتنين، لو الار بخمسة الال هتلاقيها خمسة ماينس اتنين. بس كده انت كده قدرت تكريت. طيب اجيب الصميشن ازاي؟ زي ما عملنا قبل كده، if l equal equal zero c out sum of r، غير كده c out sum of r minus sum of l minus one. لو عندك مشكلة مع الجزئية دي ارجع للفيديوهين اللي فاتوا فيهم cumulative sum. وبس كده، هي دي البروبلم، وهي بروبلم بسيطة جدا شبيهة جدا بالبروبلم اللي فاتت، واتمنى ان هي تكون واضحة. طيب نبدأ شرح الكودينج بقى، جزء الكودينج بتاع المسألة. طيب احنا فهمنا المسألة كويس جدا وفهمنا الحل. اول حاجة انا given n و k، هسي n ل n و k، بعد كده همشي for loop من i لل n، هدخل array بتاعي، وانا بدخل array هكريت السم اري بتاعي. هكريته ازاي؟ احنا خدنا طريقه قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا، دي نفس الطريقه بس يعني عشان يبقى فلوب واحده يبقى شكلها اشيك، ممكن انت تعملها فلوب تانية عادي جدا وتعمل السم اري بتاعك. المهم انا في العادي دايما لازم اخد الار اوف اي، لو اي اف اي يعني لو اي دي مش بزيرو. طيب اف اي لو اي دي مش بزيرو هضيف المجموع اللي قبلي كله، الكلام ده قلناه بالتفصيل في الفيديوهين اللي فاتوا. طيب نيجي بقى لللوب دي، اللوب دي اللي هي بتاعت الار، قلنا همشي من الاي ايكوال كي ماينس 1 لغايه اي اقل من الان، اجيب الار بتاعتي اللي هي ايكوال اي، ال بتاعتي قلنا ريليشن شيب هي عباره عن ار ماينس كي ماينس 1. طيب ايه بقى الفاريبل انس ده؟ احنا كنا في الانتويشن او في الشرح بتاع المساله الوايت سبيس بتاعتنا، قلنا ان احنا هنقول ان احنا هنعمل، لما كنا بنعمل قبل كده كنا بنعمل سي اوت، لكن هنا انا مش عايز سي اوت، انا عايز امينيمايز، فانا هحط الانسر بتاعتي في فاريبل. فهتقول لي بس احنا كنا بنقول ان الانسر بتاعتي sum of r لو l لا تساوي زيرو. يب. طيب لو l هنقص من sum of r دي sum of l minus 1، ركز فيها كده هتلاقيها هي هي بس كود اقل شويه. الفكره ان دايما الانسر بتاعتي sum of r دي لو ال بزيرو، انما لو ال مش بزيرو هي برضو sum of r بس هنقص منها sum of l minus 1. طيب ومينيمايز، لو الانس اقل من الميني هقول ان الميني دبل انس واجيب الاندكس. ليه انا قلت الاندكس ايكوال ال؟ لان لو انت قريت المساله هو كان عايز اول اندكس، اول اندكس بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو ال. طيب هو كان طالب اول اندكس وانا جايبه كاندكس، فلما اطبعه هطبعه بلس واحد وبس كده. ده الكود، بسيط جدا لو انت فهمت الفكره وفاهم الكوميونيتيف سام الفيديوهين اللي فاتوا. بس كده وانجوي.
طيب range sum. هنبدأ الأول ببروبلم، من خلال البروبلم دي هنفهم إيه هو range sum. بس باختصار كده range sum هو تكنيك من الكوميوليتيف sum بستعملها في الحل. خلينا أديك بروبلم هتفهم بيها كويس قوي. عندي array، الأري ده كله صفار of size n، وبعد كده عندي تي كويريز، تي متطلبات. في كل كويري بيبقى عندي رينج ال وار. انا محتاج اضيف 1 على الرينج من ال تو ار، وفي الاخر خالص اطبع الفاينل اري. لو ما فهمتش هتفهم الانبوت والاوتبوت. البروبلم اللي عندي، انا عندي الانبوت بخمسة، يعني انا عندي اري اوف سايز 5، كل يعني 5 اصفار، كل بوزيشن بصفر. بعد كده الكويريز باتنين، انا بقول من بوزيشن 2 لبوزيشن 4 حط لي 1، وبعد كده بقول من بوزيشن 1 لبوزيشن 4 برضو زود لي 1. فهاجي للاوتبوت هلاقي ان من بوزيشن 1 لبوزيشن 4 زاد 1، والتقاطع مع 1 و4 و2 و4 اللي هو الجزء 2 و4 زاد عليه 1 كمان. هتلاقي ان بوزيشن 5 اللي هو اخر رقم بصفر، لان انا ما جيتش ناحيته، ما زودتش عليه حاجه خالص. اللي قبله أو الرقم بواحد، واللي في النص كلهم اتنينات عشان تزود عليهم واحد مرتين. وهو ده المطلوب في المسألة، ان البوزيشنز اللي انا مديها لك دي تزود من ال، من بدايتك لنهايتك تزود واحد على الاري الاصلي اللي هو كان بصفار. في اللحظة اللي انا فيها دي اشجعك ان انت توقف الفيديو وتحاول تحل المسألة لوحدك، ان احنا هنبدأ نناقش بعض افكار الحل وايه احسن فكرة احنا المفروض نوصل لها. طيب انا دلوقتي عندي array of size 5 كله صفار، نناقش على التست كيس اللي عندنا. 5 صفار، ال L ب2 وال R ب4، ال L ب1 وال R ب4، دول الكويريز اللي عندي. فدول positions، من الواضح طبعا من المسألة ان هو بادئ الانديسيز بتاعته من 1 مش بادئ من الصفر. طيب السم اللي هيطلع 1 2 2 2 0. طيب حاجة زي كده انا ممكن افكر احلها ازاي. انا عندي تي كويريز، كل كويري بيديني رينج. ببساطه ممكن تقول لي وهو بيديني الكويريز امشي على الرينج ده، فور لوب الاي بتاعتي هتيكوال ال، وايل ال اقل من او تساوي الار، وافضل ماشي عادي جدا وازود واحد على الرينج ده. هو ده كلام جميل، بس ده كده هتستعمل تو فور لوبس، والتايم كومبلكسيتي بتاعتك هتبقى او اوف تي في ان. طيب ماذا لو الان بعشرة أس ستة والتي برضو بعشرة أس ستة؟ ده غير ان ال، معلش انا ليه بقول تي في ان برضو عشان توضح، لان ال ممكن يديني عشرة أس ستة كويريز، كل الكويريز من واحد لخمسة او من واحد لان يعني. فعشان كده التايم كومبلكسيتي بتاعتي تي في ان في الورست كيس، فده تايم كبير جدا. عشرة أس ستة في عشرة أس ستة بعشرة أس اتناشر، وانا الثانية على الكود فورسز عندي بعشرة أس تمانية. يبقى انا هاخد قد ايه كده على الكود فورسز؟ هاخد عشرة أس اتناشر على عشرة أس تمانية، وهو عشر تلاف ثانية، وهو رقم كبير جدا فما ينفعش. طيب اشجعك برضو توقف الفيديو وتحاول تفكر في فكرة افضل من كده. هنناقش الفكرة دلوقتي. الفكرة عشان احل البروبلم دي efficiently ان انا استغل ال L وال R دول كأنهم ساينس. يعني ايه ساينس؟ يعني علامات. طيب في سؤال مهم، يعني ايه علامات؟ انا مش فاهم. بص انا هديك هنت دلوقتي، برضو بعد ما اديك الهنت ده حاول توقف الفيديو وتحلها لوحدك. ال L وال R دول انا مش محتاج ان انا امشي فور لوب كاملة، انا ممكن بس احتاج التو بوزيشنز دول بس، ال L وال R بس، في ان انا حل المسألة. اتمنى ان الهنت ده يساعدك، وهبدأ اوضح الحل دلوقتي. الحقيقة ان احنا مش محتاجين نمشي فور لوب، احنا محتاجين بس نعرف هنبدأ فين وهننتهي فين. ده هيفيدنا ازاي؟ هيفيدنا كالاتي. انا عندي الاري، خلي بالك، بص انا هعمل حاجة بسيطة جدا، انا هزود صفر زيادة. يعني الاري ده السايز بتاعه ان، لا انا هعرف اري اوف سايز ان بلس 1. طبعا انت في العادي بتزود اصلا على السايز 10، يعني في العادي بزود على السايز الاساسي 10، فكده كده الاري بيبقى عندي واسع عشان ما يجيليش اي حاجه ران تايم ايرور ان انا اكسس اندكس غلط او حاجه. فكده كده احنا بنزود اصلا في العادي، بس انا واحد زياده بس عشان يخدم الفكره. انا بقول ال2 ال ال ايكوال 2 والار ايكوال 4، ال ال ايكوال 1 والار ايكوال 4. فانا هقول ار اوف ال بلس ايكوال 1
و r of r plus 1 minus equal 1. بص كده لو احنا عملنا الخطوتين دول ايه اللي هيحصل؟ بص كده اللي هيحصل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. ده الاوتبوت السالب واحد ده هو النهاية بتاعتي مرتين مرتين. انا بقول له ان انا هفضل اجمع اللي قبلي، هقول ان r of i plus equal r of i minus 1، هفضل اجمع اللي قبلي لغاية ما اوصل لنقطة توقفني وترجعني بصفر تاني زي ما كنت، وهو ده اللي انا محتاجه بالظبط. طيب انت ممكن تكون برضو لسه ما فهمتش قوي، لو انت ما فهمتش قوي مفيش اي مشكلة، هنبدأ ناخد كيس كيس، ناخد كويري كويري، وهتوضح جدا معاك في كويري كويري. تعالى لأول كويري، ان خمسة بس انا استعملت ستة بوزيشنز. ليه انا استعملت ستة بوزيشن؟ انا استعملت ستة بوزيشنز عشان انا بقول تحت، بقول تحت R of L plus equal 1 و R of R plus 1 minus equal 1، فعشان كده عشان اخلي مكان يوقفني بعد كده، فهي دي الفكرة، بس عشان ما اكسس اندكس غلط فبزود واحد احتياطي، انا في العادي اصلا بزود عدد كبير. طيب تعالى نشوف الكويري اللي هو بتاع L equal 2 و R equal 4. تعالى نطبع عليه الكلام ده. R of L اللي هو R of 2، انا هنا معتبر الانديسيز ان انا بدأ من الواحد، تمام كده، فهقول R of L عندي هحط فيها واحد، وهاجي عند R of R plus 1 احط سالب واحد وابدأ اجمع. بص كده اللي هيحصل بعد ما اجمع، بعد ما اقول R of I plus equal R of I minus 1، هلاقي ان الاري النهائي وصل ازاي، وصل الشكل ده، حطلي واحد في الارقام من 2 ل 4، وبعد الأربعة، بعد الأربعة اللي أنا حطيت سالب واحد، وقف لوحده. وقف لوحده ليه؟ وقف لوحده أو ليه ده حصل؟ لأن أنا حطيت سالب واحد ستوب، بقول له ستوب هنا وبقول له ابدأ بالواحد في المكان ده. وبنفس الطريقة طالما هي نفعت على كيس واحدة، على أي كيس تانية لما يجي أحط واحد برضو على ستارت أو إندينج هتلاقيها بنفس الطريقة. يعني مثلا لو أنا قلت L equal 2 R equal 4 وبعد كده قررت الكويري ده تاني L equal 2 R equal 4، البداية بتاعتي بدل ما هتبقى بواحد هتبقى باتنين، والنهاية بتاعتي بدل ما هتبقى بسالب واحد هتبقى بسالب اتنين. ونفس الفكرة جدا، يعني هي نفس الفكرة بالظبط، الفرق بس الرقم زاد او رقم قل. حتى مش شرط ان انا اكون بزود واحد، انا ممكن اكون بزود value وبنقص value. فكرة range sum او يعني هو تكنيك للكوميوليتيف سام، ملوش اسم محدد بس انا بحب اقول عليه كده عشان هو بيحل بروبلم بتاعت الرينج. ففكرته ان انا بحط ستارت وبحط اند وبقول له اول ما توصل الاند دي ارجع لاصلك تاني، ارجع للصفر تاني. اتمنى ان الكيس دي تكون وضحتها. برضو في الكودينج عايزك تطبع الاري وتبتدي تلعب بالرينجز كده بحيث ان انت توضح معك اكتر لو مش واضحة. ازاي بقى احنا حسنا الكومبلكستي؟ جوه كل كويري احنا عملنا حاجه واحده بس، r of l plus equal value و r of r plus 1 minus equal value. مش شرط ان هو يكون واحد، ممكن يكون اي value، هي نفس الفكره بالظبط، بدايات ونهايات. بعد كل كويري قلنا r of i plus equal r of i minus 1 في لوب من الستارت للاند، ده بياخد قد ايه؟ او اف ان، لان انا همشي على الاري كله، فلو الاري بخمسة فهاخد خمسة. الاوفر اول ماكسيمم او اف تي او او اف ان، يعني مثلا لو قال لك الاو اف تي بعشرة اس خمسة والاو اف ان بعشرة اس ستة، فانت الماكسيمم عندك هيبقى عشرة اس ستة، فالورست كيس بتاعتك عشرة اس ستة، فعشرة اس ستة على عشرة اس تمانية اقل من الثانية اصلا، وكده احنا حسنا التايم جدا، بدل من نستد لوب او اف تي في او اف ان بقت يا اما او اف تي يا اما او اف ان، على حسب مين الاكبر، على حسب هو مديك ايه الكونسترينز في المسألة. السبيشال بي دي اف بتاعك، احنا قلنا البروبلم ان عندنا array of zeros السايز بتاعه n و t queries، في كل query عندك 2 numbers l و r، انا عايز اضيف واحد للnumbers من l to r، وفي الاخر اطبع الفاينل array. البروبلم اللي عندي الانبوت كان 5 والqueries كانوا 2، الرينج من 2 ل 4، الرينج من 1 ل 4، الاوتبوت في الاخر خالص اللي مطلوب مني بعد ما زودت واحد على البوزيشنز دي. قلنا لو احنا فكرنا في الاول ان انا ممكن استعمل two for loops two nested loops brute force، time complexity بتاعي هيبقى o of t في n عشان هم هيبقوا nested. وبعد كده قلنا الفكرة الصح ان لا انا محتاج علامات اعلم،
ان بدايتي هنا الرو اوف ال بلس ايكوال 1 والرو اوف ار بلس 1 ماينس ايكوال 1. وقلنا لو الاي اجمع بقى بعد ما اخلص الكويريز بتاعتي الرو اوف اي بلس ايكوال الرو اوف اي ماينس 1، بحيث ان 1 ده ماي ستارتنج بوزيشن وسالب 1 المكان اللي انا بقف فيه، ولكن مش شرط يكون 1، ممكن يكون فاليو، بتكون الفاليو الستارتنج بوزيشن بتاعي وسالب فاليو هي الستوب. وبس كده، اتمنى ان تكون الفكره دي وضحت. وانجوي، احنا هنحل عليها برضو بروبلم هتوضح معاك اكتر وهنكودها فتوضح معاك اكتر، وانجوي. النهاردة هنكود arranged sum، الكودينج بتاعه هنكود بناء على ايه؟ دايما احنا لما بنيجي نكود بنفتح الريبو بتاعتنا ونكود بناء على البي دي اف. هنفتح البي دي اف، بيحمل طبعا النت مجهد شوية. يب، هو ده البي دي اف بتاعنا. انا هوريك الكود على طول، مش هكوده معاك من الاول، بس انت هتلاقيه هو الكود بيحل البروبلم دي، واحنا هندخله الانبوت والاوتبوت بتاع البروبلم. احنا شرحنا كويس جدا الكود هيبقى ماشي ازاي. ماشي، خلينا بس نراجع على البروبلم. البروبلم ان انت given array of zeros of size n و t queries. يعني انت عندك الاول n هتسي n ال n، وعندك t queries هتسي n ال t. بعد كده في كل واحدة من ال t دول هتدخل l و r. المفروض تعمل r of l plus equal 1 و r of r plus 1 minus equal 1. طيب عملنا نفس الكلام، r of l plus equal 1 r of r plus 1 minus equal 1. وبعد كده عملنا خطوة الصم اللي احنا قلنا عليها عشان اخلي الرينج ده بالشكل ده 1 2 2 0. هتعمل خطوة الصم، هتيجي تطبع الاري، هيطلع لك الاوتبوت اللي احنا عايزينه. ممكن نبص كده، نعمل رن بسيط، ندخل الانبوت اللي عندنا. الانبوت اللي عندنا هو 5 2 2 4 1 و4 بالظبط، طلع لك نفس الاوتبوت. وممكن تجربها على اكتر من كيس، وقلنا انه مش شرط البروبلم تكون بالشكل ده، هو ممكن يكون في كل كويري مديك 3 ارقام 2 و4 وفاليو، 1 و4 وفاليو. يعني بدل ما هيديك ال و ار، لا هيديك ال و ار وفاليو. وانت هتسي ان ال و ار وفاليو. فبدل ما هتقول r plus equal 1 لا هيبقى r plus equal value، وبدل ما r plus 1 minus equal 1 r plus 1 minus equal value. ودي الجنرال فورم بتاعتها اكتر، ان هو بتشتغل على اي value مش 1 و minus 1. الكود ده هيبقى مرفوع على الجيت هاب، وهتلاقي البي دي اف برضو موجود على الجيت هاب. وبس كده، بروبلم على رينجت سم كارين اند كوفي. انصحك توقف الفيديو، هتلاقي لينك البروبلم في ديسكريبشن، حاول تحلها لوحدك الاول. طيب المهم، يعني بتقول لك البروبلم دي ان عشان كارين تفضل صحيه هي بتحتاج شويه قهوه. طبعا الناس اللي بتحب القهوه رياكت لوف على البروبلم. ماشي، كارين دلوقتي عايزه توصل لدرجه الحراره البيرفكت لكوبايه القهوه. شوف الادمان وصل لايه. فهي قضت بعض الوقت ان هي تقرا شويه ريسيب بوكس، شويه كتب للوصفات، منهم كتاب الجامعه اللي هو The Art of Covivi. ماشي، بيقول لك ان هي عارفه ان ريسيبس، عارفه ان وصفات. كل ريسيب بتقول ان درجه الحراره المناسبه للكوفي من ال اي ل ار اي. حلو كده، يعني كل ريسيب بتقول لك احسن درجه حراره من كذا لكذا. طبعا كل ريسيب مش مديه نفس الكلام. طيب هي بتقول ايه بقى؟ هي هتعتمد درجة الحرارة دي، او يعني هتعتبرها مغرية او حلوة او جميلة، مش شرط تفهم معنى الكلمة بالظبط، بس لو كي ريسيبس بتركومند درجة الحرارة دي. يعني مثلا لو في كي ريسيبس بتركومند درجة الحرارة 2 و3، فانا هقول الكلام ده ممتاز، انا تمام جدا معاه. بيقولك كارين بقى عندها فيكل مايند، او يعني مايند بيفكر يعني. فهتسألك يو كويتشنز، لكل كويتشن هي بس هتحضر كوفي كتمبريتشر بتوين A و B. هي بقى عايزك تقول لها الرينج اللي هي هتسألك فيه ده، هي هتسألك في رينج A و B،
في كام admissible integer. احنا قلنا ايه هو الadmissible؟ admissible لو في كي ريسيبس على الاقل بتريكومند درجة الحرارة من ال اي ل ار اي، بعد كده هي هتديك رينج تقول لك في الرينج ده، في الرينج ده في كام واحد admissible، يعني في كام واحد او في كام درجة حرارة recommended by كي ريسيبس، at least كي ريسيبس، كي ريسيبس او اكتر يعني. طيب تعال نشوف البروبلم كده، تعال نشوف تيست كيس هتوضح معنا قوي. 3 2 4 الثلاثة دي الان، الاثنين دي الكي، الاربعة دي الكيو. تعال نقول 91 و94 92 و97 97 و99 دول الوصفات. الوصفات بتقول لك ان دي احسن درجات حرارة، حلو كده. هي بقى بتسأل بتقول لك انا هحضر قهوة في اربع درجات حرارة دول، في اربع رينجز دول، في الفور رينجز دول. هي هتحضر قهوة في الفور رينجز دول، من 92 ل 94، من 93 ل 97، من 95 ل 96، من 90 ل 100، في الفور رينجز دول. طيب دلوقتي في الفور رينجز دول، في الفور رينجز دول قل لي في كام درجه حراره من 92 ل 94 ريكومندد باي كي وصفات، اللي هم اتنين وصفات. تعال نبص كده، من 92 ل 94 في كام واحده ريكومندد؟ ال 92 ريكومندد في اول وصفه وريكومندد في تاني وصفه، حلوه قوي، يبقى دي واحدة. طيب تعالى تاني، من 92 ل 94 ريكومندد في كام وصفة؟ ريكومندد هنا وهنا بس دول وصفتين. من 92 ل 94 الاثنين كلهم بيقعوا في الرنجين دول، فالتلاتة 92 و 94 و 93 و 94 تلات درجات حرارة دول ريكومندد باي على أقل وصفتين، على أقل وصفتين، فهقول التلاتة. نفس الكلام التانية بنفس الطريقة، نشحت بس تيست كيس دي عشان تبقى واضحة معاك جدا. اقرأ النوتس، واضحة قوي، موضحها اكتر، بس اتمنى ان هي تكون وصلت. هخش بقى في فكرة البروبلم او نحل البروبلم دي ازاي. نبدأ من الاول، كارن اند كوفي. احنا ناقشنا المسألة، اتمنى ان هي تكون وضحت، راجع التيست كيس كويس، لان فكرة المسألة دي كلها في ان انت تفهمها كويس. هو بيقولك ان انت عندك ان ريسيبس، كل ريسيب بتريكومند درجة الحرارة من ال اي تو ار اي، يعني مثلا من 5 ل 10 ان درجة الحرارة تكون في الرينج ده. طيب ماذا لو احنا طبقنا الرينج سم على درجات الحرارة دول؟ احنا هنعمل الرينج سم عادي جدا، هنقول ار اوف ال بلس ايكوال 1 وار اوف ار بلس 1 ماينس ايكوال 1، واعمل الفور لوب بتاعتي العادية خالص واقول ان ار اوف اي بلس ايكوال ار اوف اي ماينس 1. طيب بعد ما انا طبقت الرينج سم، الار اوف اي دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كام ريسيب، كام ريسيب بتريكومند درجه الحراره دي. خلي بالك الار اوف اي هيبقى فيها كام وصفه، كام وصفه بتقول ان درجه الحراره دي مناسبه، حلو كده. طيب انا ليه عملت كده؟ عشان هو في المساله بيقول لي ان هي شايفه ان درجه الحراره دي ادميسبل، حلوة او هتعدها يعني لو على الاقل كي ريسيبس بتريكومندد. طيب نقول تاني، الار اوف اي ده هيبقى فيه كام ريسيب، كام وصفة بتريكومند درجة الحرارة دي، درجة الحرارة اللي هي مين؟ اللي هي اي، اللي هي الاندكس. في كام وصفة بتريكومند الاي دي؟ هي ار اوف اي، الفاليو اللي في ار اوف اي. طيب كارن بتسينك ان التمبريتشر از ادميسبل او جميله او واتيفر، او هتحسبها يعني لو على الاقل كي ريسيبس بتريكومند. طيب حاجه زي كده اعملها ازاي؟ فور لوب، واقول لو ار اوف اي اكبر من او تساوي كي حط لي ار اوف اي ب1، غير كده حط لي ار اوف اي ب0. كل ده بعد ما عملت رينج سم، يعني عملت رينج سم بعد كده بشوفها ادميسبل ولا لا. انا عملت رينج سم عشان اقدر اشوف في كام وصفه بتريكومند الاي دي، في كام وصفه بتريكومند درجه الحراره دي، بعد كده اشوفها ادميسبل ولا لا. طيب بعد ما شفتها ادميسبل ولا لا، الاري بتاعي هيبقى بالشكل ده 1 0 0 1 0 بالشكل اللطيف ده. طيب انا عايز احسب ايه اصلا؟ انا عايز احسب في كل كويري، انا عندي كويريز تي كويريز، عندي اي وبي، عايز احسب في كام ادميسبل انتجرز فروم اي تو بي، يعني في كام انتجر اكبر من او يساوي كي في الرينج الجيفن ده. طيب انا دلوقتي بقى عندي الارقام بس في صفار في النص وفي وحايد، فانا مش عارف اعمل ايه. طيب هقول لك طبق الخطوه بتاعه رينج سم اللي هي ار اوف اي بلس ايكوال ار اوف اي ماينس 1 جوه فور لوب.
هتقول لي لحظة واحدة بس أنا ليه عملت كده؟ هقول لك أنت لو عملت كده هتلاقي نفس الفكرة بالظبط اتطبقت. أنت كده بقيت عارف إن لغاية هنا في واحد، لغاية هنا في اتنين، لغاية هنا في تلاتة. كل اللي أنت عملته بس أنت عملت R of I plus equal R of I minus 1 عشان تقدر تقول في كام رقم in range. طيب في الآخر خالص هأنصر إزاي أو هعمل أنصر إزاي؟ هتعمل الأنصر بتاعك في community of sum. ممكن تروح تراجع فيديو كومليتيف سم، ممكن تروح تراجع فيديو رينجد سم. الفيديوهين مهمين جدا، لو اي حاجه من دول وقع منك هتلاقينا شرحناهم بالتفصيل على مسائل لوحدهم. طيب انا بقول هطلع في الاخر r of r minus r of l minus 1. هتقول لي ايوه بس احنا في العادي كنا بنهندل كيس الزيرو. هقول لك طبعا، بس انا هنا بادئ الاندكس من واحد عشان اسهل عليا المساله كلها وعشان اشتغل على طول. لو عايز تبداها من زيرو مفيش مشكله، بس في الكويريز وفي الالو في الالو اوف اي وار اوف اي هتنقص منهم كلهم واحد. فطبعا ده كتير، يعني انت فور فاريبلز وهتبدا تنقص منهم واحد وهتهندل كيس الزيرو كمان في الاوتبوت. فليه انت ممكن تشتغل على واحد على طول، على اندكس واحد على طول، هيسهل عليك كودينج المساله دي. فكره الحل، نخش بقى في الكود. طيب الكود هنشوفه دلوقتي، هو كود بسيط جدا، باخد ان وكي وكيو. الان دي اللي هي عدد الريسيبس، كل ريسيب بتريكومند من L of I لR of I، والK دي اللي هو at least K admissible recommendation اللي احنا بصينا عليها. الQ دي اللي هي queries اللي هي تسألها في الآخر، فانا هسي N و K و Q. بعد كده هدخل L of I وR of I، ده درجة الحرارة مثلا من درجة حرارة 5 لدرجة حرارة 10 اللي الوصفة دي بتوصفها للقهوة. كده بقول R of L of I plus plus وR of R of I plus 1 minus minus. بعد كده بمشي بعمل الخطوة اللي انا قلتها r of i plus equal r of i minus 1 وهكذا. لو r of i اكبر من او يساوي k عشان condition at least k admissible هعتبره بواحد، غير كده هعتبره بزيرو. وقلنا ان هيبقى كده الاري فيه شوية واحد وشوية صفار. فبعد كده هعمل الخطوة بتاعة arranged sum تاني اللي هو اجمع اللي قبلي. وفي الاخر خالص في الكيو هعرض c out r of i minus r of l of i minus 1، وده اللي احنا خدناه في cumulative sum. وبكده تبقى المسألة خلصت ووضحت. أتمنى إن أنت تكون فهمتها. بس كده انجوي.